السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنكمل مع بعض الشرح وهنبتدي نشرح يونت 2. يونت 2 او الوحدة التانية My Community. My Community يعني المجتمع بتاعي، المجتمع اللي انا عايش فيه. My هي اداة الملكية الخاصة بي انا، اي حاجة بقول عليها ملكي خاصة بي بتاعتي بقول عليها My. My يعني ملكي يعني خاص بي. Community يعني المجتمع، مجتمع يعني الناس اللي موجودين حواليا، والمكان اللي أنا عايش فيه ده اسمه Community. Community يعني المجتمع، مجتمع يعني ناس ومكان أنا عايش وسطيهم. My Community يعني مجتمعي. ولازم نتعرف في Unit 2 على بعض المهن، بعض الوظائف اللي الناس بتقوم بيها وبتشتغل بيها في المجتمع بتاعنا. أول وظيفة أو أول مهنة هي author. author يعني مؤلف، يعني كاتب. الشخص اللي بيكتب الكتب والقصص والروايات ده اسمه author. 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 مرة كمان author. 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 author يعني مؤلف، يعني كاتب. تاني مهنة عايزين نتعرف عليها هي البيكر. بيكر يعني خباز. baker baker baker. مرة كمان baker baker baker. وطبعا يا اصحابي اسماء الوظائف اللي هنقولها النهاردة دي حفظ، ولازم نحفظها كويس قوي لانها الكلمات الخاصة بيونت 2 زي ما قلنا من شوية وهي مهمة. baker 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 يعني خباز، الشخص اللي بيعمل لنا العيش وبيعمل لنا الكيك وبيعمل لنا المخبوزات المختلفة ده اسمه بيكر. تالت وظيفة او تالت مهنة عايزين نتعرف عليها هي دكتور. 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 دكتور يعني طبيب، الشخص اللي احنا بنروح له واحنا لا قدر الله عيانين ده اسمه الدكتور، كلنا عارفين. مرة كمان دكتور. 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 رابع وظيفة او رابع مهنة لازم نتعرف عليها هي الفارمر. فارمر. فارمر. فارمر يعني فلاح، يعني مزارع، الشخص اللي بيزرع لنا الفاكهة والخضار اللي احنا بناكلهم وبنستفيد بيهم في حياتنا ده اسمه الفارمر. فارمر يعني فلاح يعني مزارع. مرة كمان فارمر. 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 خامس وظيفة لازم نتعرف عليها ونكون عارفينها كويس هي الفاير فايتر. فاير فايتر يعني رجل المطافي، رجل الإطفاء. فاير فايتر. فاير فايتر. فاير فايتر. مرة كمان فاير فايتر. فاير فايتر. فاير فايتر. سادس مهنة أو سادس وظيفة لازم نكون عارفينها مع بعض ساينتست. ساينتست او عالم، الشخص العالم المخترع اللي بيعمل لنا الاجهزة اللي بنستخدمها في حياتنا، الادوية اللي احنا بنتعالج بيها، الحاجات اللي بتخلي حياتنا اسهل وافضل ده اسمه ساينتست. 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 ساينتست يعني عالم. مرة كمان ساينتست. 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 وبكده نكون عرفنا ستة من أهم الوظائف اللي ممكن يكونوا موجودين في المجتمع بتاعنا. أول حاجة الأوثر، وبعدين البيكر، وبعدين الدكتور، الفارمر، الفاير فايتر، والساينتست. تاني حاجة عايزين نعرفها ونتعرف عليها هي بعض الأماكن اللي موجودة في البيت بتاعنا اللي احنا عايشين فيه. أول حاجة باثروم. 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 باثروم يعني حمام. مرة كمان باثروم. 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 تاني مكان لازم نتعرف عليه ونبقى عارفينه بيدروم. 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 بيدروم يعني غرفة النوم.
bedroom bedroom bedroom. وطبعا لازم نبقى عارفين ان البيت اللي احنا عايشين فيه اسمه house house house. مرة كمان house house house. لازم كمان نكون عارفين ان المطبخ يعني kitchen kitchen kitchen. مرة كمان kitchen kitchen kitchen. وطبعا كلنا عندنا في بيتنا مكان بنقعد فيه نتفرج فيه على التلفزيون، نعمل فيه ناخد فيه بريك ونقعد نرفه عن نفسينا شوية. المكان ده بيبقى اسمه living room. living room يعني غرفة المعيشة. living room living room living room. مرة كمان living room living room living room. كمان لازم يا أصحابي بعد ما عرفنا الوظائف المختلفة وعرفنا بعض الأماكن الموجودة في البيت اللي احنا بنعيش فيه، لازم نعرف يعني ايه بلد. البلد اللي احنا عايشين فيها، المكان الكبير اللي بيضم المدينة اللي احنا عايشين فيها ومدن تانية كتير، ده اسمه country 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 يعني بلد. country 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 يعني بلد أو يعني دولة. الدولة أو البلد هي مكان كبير بنعيش فيه في مدن صغيرة أصغر منه، بيضم المدن دي كلها مع بعض، ده اسمه country country أو بلد. وبلدنا الحبيبة طبعا هي مصر اللي هي Egypt in English language. أصغر من الكنتري أو البلد اللي هي الدولة اللي بتضمنا كلنا، المكان أو المدينة اللي احنا موجودين فيها دي اسمها city 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 يعني مدينة. مدينة اللي هي المكان اللي بيبقى موجود فيه مباني وشوارع مرصوفة وعربيات بتروح وبتيجي، ده اسمه مدينة. مدينة يعني city city city. مرة كمان city city يعني مدينة. طبعا في فرق بين المدينة والقرية، زي ما قلنا المدينة بيكون فيها مباني كتير، فيها شوارع مرصوفة، فيها عربيات بتروح وبتيجي طول الوقت، فيها متاجر ومحلات، في حاجة زي المدينة بيعيش فيها الناس برضو وهي القرية، بيبقى فيها بقى أراضي مزروعة أكتر، فيها شوارع أقل، بيبقى فيها مباني أقل، لأن هي بتبقى موجود فيها زراعة أكتر ومكان فيه زرع وخضرة جميلة وهواء نقي أكتر. دي اسمها قرية. قرية يعني village 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 يعني قرية، يعني مكان برضو بيعيش فيه الناس زي السيتي بالظبط أو المدينة بالظبط، بس بيبقى فيه أراضي مزروعة أكتر وفي مباني أقل، فدي اسمها village village أو قرية. وطبعا لازم نكون عارفين ان السيتي والفيليج الاثنين، المدينة والقرية، بيبقوا مكان صغير موجود جوه الكانتري. الكانتري او الدولة البلد، يعني الدولة او البلد بيبقى فيها مجموعة سيتيز او مدن، يعني كذا مدينة مع بعض، وبيبقى فيها كمان مجموعة فيليجز او قرى، يعني هي بتضم كذا مدينة وكذا قرية. فالكانتري او البلد الدولة هي مكان كبير بيضم المدينة اللي احنا عايشين فيها ومدن تانية كتير، او بيضم القرية اللي احنا عايشين فيها وقرى تانية كتير. وبالنسبة للمدينة او القرية السيتي او الفيليج اللي احنا ممكن نكون عايشين في واحدة منهم، بيبقى موجود جواها شوارع. شارع يعني ستريت، شارع يعني ستريت اللي هو الطريق اللي بيبقى موجود جوا المدينة او جوا القرية، ده اسمه ستريت ستريت يعني شارع. مرة كمان ستريت 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 يعني شارع. طبعا اي مكان بنكون عايشين فيه سواء سيتي او فيليج اللي هما بيبقوا موجودين جوه الكانتري او البلد اللي احنا موجودين فيها، بيبقى في حاجة بتوصف المكان ده وبتحدد التفاصيل بتاعته، الأماكن اللي جواه، الشوارع والعناوين المختلفة،
المتاجر المختلفة، حتى المستشفيات والمطارات، الأماكن الكبيرة والصغيرة اللي موجودين في المكان اللي احنا عايشين فيه ده بتبقى موجودة على حاجة اسمها ماب. ماب يعني خريطة، يعني أي مكان ممكن نروحه في الدنيا لازم يبقى ليه ماب، ماب أو خريطة. الخريطة دي بتوضح لنا تفاصيل المكان ده كلها، هو قد إيه، الأماكن اللي موجودة فيه والعناوين اللي موجودة فيه، المباني اللي موجودة فيه. فالماب أو الخريطة بتحدد لنا تفاصيل الكوميونتي أو المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فمرة تانية، خريطة يعني ماب، ماب، ماب. مرة كمان، ماب، ماب، ماب. وطبعا أي كانتري أو أي بلد في الدنيا بيبقى ليها علم، علم بيميزها عن البلاد التانية. العلم يعني فلاج، 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 فلاج يعني علم. مرة كمان، فلاج، فلاج، فلاج. وطبعا علم بلدنا الحبيبة مصر بيتكون من 3 ألوان، اللي هو الأحمر وبعدين الأبيض وبعدين الأسود في الأسفل. وموجود في وسط العلم نسر جميل باللون الذهبي. فعايزين نعرف يعني ايه نسر؟ نسر يعني ايجل، ايجل، ايجل. مرة كمان، ايجل، ايجل، ايجل. وبكده نكون عرفنا الكلمات الهامة في يونت 2 My Community أو المجتمع بتاعي، مجتمعي. وعندنا في يونت 2 الفونكس والهاند رايتنج، خاصين الفونكس أو الصوتيات يعني نطق الحروف، والهاند رايتنج الكتابة باليد، خاصين بحرفين مهمين قوي. أول حرف هو حرف الجي، حرف الجي زي ما احنا شايفين قدامنا، وهو بيقابلنا في كلمات مختلفة. أول حاجة ممكن يكون بيقابلنا في كلمة goat، 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 goat يعني ماعز. مرة كمان، goat، goat، goat. وممكن كمان يقابلنا في كلمة زي كلمة green، 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 green يعني أخضر، لون أخضر، green، green، green. ممكن كمان يقابلنا في كلمة زي كلمة goodbye، goodbye، goodbye يعني مع السلامة، goodbye، goodbye، goodbye. كمان بيقابلنا في كلمة زي كلمة frog، frog، frog. مرة كمان، frog، 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 frog يعني ضفدع. وطبعا حرف الجي زي ما واضح قدامنا في الكلمات المختلفة بيتنطق كأنه حرف جيم في اللغة العربية، ج ج ج. goat، goat، goat. green، green، green. goodbye، 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 goodbye. frog، frog، frog. وطبعا ده الفونكس أو النطق الخاص بحرف الجي، وزي ما احنا شايفين قدامنا هو بيتكتب بالشكل ده، ودي طريقة الكتابة الخاصة بيه. لازم نتدرب عليها كويس، نعرف نكتبه بشكل صحيح. لو انت ما تعلمتش لسه تكتبه بشكل صحيح، وقف الفيديو، شوف خطوات الكتابة الخاصة بحرف الجي، شغل الفيديو تاني، اتأكد ان انت بتعرف تكتبه بشكل صحيح. تاني حرف عندنا هو حرف الاف، اف، اف، وهو طبعا شبيه بنطق حرف الف في اللغة العربية، ف، 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 ف. فبنحس ان في هوا بيخرج من بقنا خفيف واحنا بنقول ف، ف، ف. وبيقابلنا في كلمات مختلفة زي كلمة flag، 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 flag يعني علم، flag، flag، flag. وكمان كلمة زي كلمة fish، 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 fish يعني سمكة، fish، fish، fish. وكمان كلمة زي كلمة frog، 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 frog يعني ضفدع زي ما قلنا من شوية، frog، frog، frog.
وزي ما احنا شايفين قدامنا دي الطريقة اللي بيتكتب بيها حرف الاف. لازم نعرف نكتب حرف الاف بشكل صحيح، لازم نتدرب على الكتابة بتاعته. اتمرنوا على الكتابة بتاعته، شوفوا الخطوات بتاعة الكتابة بتاعته مرة واثنين وثلاثة، وحاولوا تكتبوا بشكل صحيح لحد ما تقدروا تكتبوه لوحديكم بشكل سليم. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الدرس. لو استفدت من الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.